تبغون نعيش ليلة القدر، أنا بعيشكم أجواء ليلة القدر ثم أختم كلمتي. الله يقول إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة القدر. وشو اللي نزل في ليلة القدر؟ وشو؟ جاوبوا. القرآن. طيب وش أفضل؟ هل القرآن هو الذي فضل رمضان؟ ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان أعطى القرآن قيمة ولا القرآن أعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي أعطى رمضان قيمة، لأنه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الأولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين. المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ ألف. ألف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع هذا الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، ها تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة. الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح، جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل
يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الأرض بعد وفاة الرسول إلا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال: يتفقد القرآن، يشوف أهل القرآن. وينكم يا أهل القرآن؟ وين أهل أمة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ أول رمضان نصلي للجدار، وتنقص الصفوف لين يجي أواخر الليالي ولا يبقى إلا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى إلا أحيانا الشيبان الكبار في أول الصفوف إلا ما رحم الله. مع العلم أنها المفروض أكثر، الخيل إذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، وإذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض أكثر، تزيد في السرعة حتى تصل إلى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، إذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم. عسى الله أن ينال. يا جماعة، اللي يضمن منكم أنه سيعيش إلى رمضان الجاي يطلع من المسجد، أنا جاهز. اللي يقول أنا أضمن يا شيخ أني سأعيش إلى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن أنه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا أناس على أناس، في أناس ماتوا ليلة رمضان. أنا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم كانوا يظنون أنهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل، فيه لحظة. الأمير عبد الله بن مساعد أمير الحدود الشمالية رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لأنه مشاع فقط، وإلا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على أنه بيرجع يتسحر مع أهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن أنه سيعيش، يا جماعة لو قيل لأحدنا هذا رمضان 1436 آخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبدوا الله، كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل: يا رب عجلت إليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم أعبدك في غيرها، يا رب اللهم إني سأسابق إليك وسأركض إلى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان إلا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والأذن تزني وربما الفرج يزني، والإنسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الأوان، فنحن في أفضل ليالي السنة كلها. والله الذي لا إله غيره، إن قدر هذه الليالي من أعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. وش معنى رغم أنف؟ يعني وضع أكرمكم الله خشمه في التراب. قيل: من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث: رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال 3 أشياء: قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له.
مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك. صيام وقيام وقراءة قرآن وأبواب جنان مفتحة وأبواب النار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله ويطلع رمضان ولا يغفر لك. إذن متى يغفر لنا؟ إن لم يغفر لنا في شهر الرحمات. فاجتهدوا أيها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة أني سأبذل وقتي وأجلس أغلب وقتي في المسجد. انقطع يا أخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لأجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد، أغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار.